وسهلا. نعم، لحي النكتيون. الشباب دغري بيقولوا ايه؟ بلد المليون شهيد، الجزائر. بلد المليون نخلة، العراق. بلد المليون شاعر، موريتانيا. بلد المليون مأذنة، مصر. بلد المليون سوري، لبنان. هي مهضومة وحقيقة، ولكن شو السبب؟ ما كلنا سواح، كلنا رحال ورحالة، يعني بدي يجي نهار نحن نروح على سريلانكا نخدمه. خلاص يعني الكرة الأرضية هالقد نقطة صغيرة شفتوها. ما في بيت إلا ما في خادمة اثنين ثلاثة، ونهار الأحد كلهم لابسين وهيك. خبرتكم أرمني هي عمره 82 سنة، عمل مسلم تجوز خادمة لأن حبلي منه. قلت له ليه؟ مثل ما واحد بشوف أسد بتعرفوها ومعه فرد، قام شو عمل؟ ما قوص ومعه ما شمسية، شمسية قوص فيها الأسد. قال له لا، بده يكون في واحد تاني معه بارودة. يمكن يكون هو بضاي مثلا في شيء، بس انه لانه عايش الكبت واجت هالبنت بالبيت، بس بدها مصريته. وهو عاش الكبت، ويلي بتلاقون هلا باقصى الشرق والغرب، الغرب عايش العلم ما بده علم المكانات، وهديك عايش الزهد كمان ما بده الزهد. التقوا اثنينهم بامه الوسط، مشان هيك الانبياء الرسل من هون. كونوا وسطيين، هيدا رمز الصليب. ما بدي اتطرف لا بالحكمة ولا بالعلم، لا بالكبت والعذاب والرهبنة، وامشي على الزيز وامشي حافة لو الفقر رجل لقتلته. الفقر المادي والفقر المعنوي والفقر، ولكن ما تخلي هو يستعبدك. هون الذل، هون الفقر. كل يلي عندكم بنايات وابراج، كيف عم بتموتوا؟ لا عرفتوا تعيشوا ولا عرفتوا تموتوا. يعني يا ما في احياء بالقبور واموات بالقبور، واحياء بالقصور واموات بالقصور. هل انت حي؟ خلص الميل بايدك بيكون لكل الناس. هلا في جماعه للأسف ما بيحطوا، ما بدهم عرب، بس مريم إيه وكيلاني واللي أنت بتقولي عنهم أغنياء العالم. وجا واحد لعندي على البيت بفوتوا كل الفقراء، بس يلي عندهم فريلانسر، يعني بيشتغلوا هيدا عتيل زبال كرنيس هيك، هيدا بيغني. هي بصير أنت عم تغني لأنك عم تعطي اللي بيستاهل، وهاللي عم بيستاهل كمان عم بيغتني مثلك مثله. بدهم فنانين، مش هول بيغنوا هشك بشك اللي عم تشوفوه. الفنان اللي عنده كرياتيفيتي، المبدع، الابداع. الابداع ممنوع بنوع خاص بامه العرب من حوالي 300 سنه، وانا باسبانيا خلص ممنوع الابداع، لا بالمدارس ولا بالمعابد ولا بالهياكل ولا بالكتب ولا بشيء. أخطر امرأة اجت على الأمة العربية إذا مش بالعالم هي مريم نور، وممنوع تدخل الكتب، والكتب شفتها ببيوتكم قبل ما شفتها بالمكتبات. وهلأ ما حدا فيه منع كتاب أوشو، خلص ولا أوشو، جيرجيف، ميتشوكوشي، أوشاوا، كل هالموحدين بعلم أبدان وأديان. خلص شو دينك يا مريم؟ الحمد لله ما عندي دين. الدين هو التدين، the religiousness لحقنا قدامك. هالسبع مقامات بتوصل للمقام الثامن، بس هيدا عادي يعني، مش لألك هالعلم ولا لألكن هالحضرة. هالحضرة واحد ميت، شو عم بيقول لي واحد بالمليون؟ أنا بقول واحد بالألف إن شاء الله، واحد بالألف أو واحد كل 100 ألف يقدر يحس في شيء. هلأ الكتاب بين إيدي، ومش بس رح اخفي، تكرم عينك انت. قلت له لألك انت حي، مطران خضر، مطران غريغوار حداد، ما فيني قلكن. والاحترام الاكبر من هالتنين هو للرهبنة الأبطونية. نعم.
تأبيتي رفيل الطيف، أنت اللطيف واللطيفية. إذا بي حدا صلى عليه هو الأبيتي رفيل الطيف، مش نحن كلنا كذابين. هو اللي نشر الميكروبيوتيك، هو اللي بعتني لعند الياس سركيس قال له جيب هالمرة، وقال لي الياس سركيس ما عرف تعيش، عم بعرف موت، بقدم لك هالبيت عندي وهيك. قلت له ما بدي حجر، بدي بشر، عم فتش على إنسان حاملي قنديلي وعم فتش على إنسان بلبنان. نحن هلأ 2.5 يمكن. هالكتاب المسيح، ما فيكم تعرفوا إذا المسيح مسلم كاثوليكي ماثوليكي، ما فيك. من أنا لأتكلم عنك؟ من أنا لأعرف عنك؟ إن التي لا تعرف نفسها تتجرأ وتتحدث عنك. حبة الرمل تكتب عن الصحراء، قطرة الماء تتحاور مع المحيط، عود الثقاب يتحدى الشمس. سامحني يا الله وامسحني برحمتك قبل أن يرجمني الجهل، ادخلني ملكوتك قبل أن يتملكني الخوف من أهل السلطة والملك. يا أخوتي في الله، المسيح ليس شخصا، وكلمة المسيح ليست اسما لإنسان، إنها اسم لأعلى منزلة من الوعي الكوني، من الإدراك والمعرفة. يسوع هو اسم عيسى، والمسيح هي الصفة أو الحضرة الإلهية التي توصل إليها واتصل بها يسوع الناصري عيسى بن مريم. إن المسيح صفة لكل مخلوق يتحقق بالحق السماوي، ولكن المسيح لا يستطيع أن يكون مسيحياً. إذا كنت مسيحي أنت منك تشوف المسيح، لأنه هو من روح الله، وكلنا من روح الله، كلنا عيال الله، كلنا عائلة ملكية. أنا أتيت لأنك أنت مسيحاً آخر، أو لتكون مسيحاً آخر. هذه رسالة يسوع المسيح إلى كل إنسان. ولكن إذا قبلت أن تكون مسيحياً، منعت وحرمت نفسك من الوصول إلى ذاتك، وأصبحت من الأتباع وليس من إخوة المسيح. قطيع رعاة، ها إجرة. إذا أنا بدي أمشي على هالإجر، على هالفرس، وعلى ها على الفرس الثاني بوقع، ما فيك تكون يا مع قيصر يا مع النور. ما لقيصر لقيصر وما لله الله. ما فينا نركب فرسين أبداً. ما فيني أعمل كل هالغلط والخطايا والسرقة والنهب والنصب والتنصيب على الكنيسة ونزل بير إدفيس. ما فينا، هي كذبة. بس أنا بحط مصاري بالكنيسة، نعم. الله بيحب الكبة بالصينية، بس كمان في هلأ رجال دين من كل الطوائف وكل الديانات عم بينفتحوا على التوحيد. خلص ما بنقدركم، الجهل عم بيروح. هلأ بده يجي العقل، والعقل بيجيب العدل مثل ما عمل سيدنا علي. قال له ليش هيك؟ قال له هيدا نصراني. قال له ما عم بقلكم من هو، لماذا؟ مش من هو؟ عطوه من بيت المال. شو؟ قال له لها كنيسة. قال له عبد الله في هذه الكنيسة. سووها، احترموها. ليه؟ قال له هيدي صبية مجوسية مجوسية. أعطوها مني. نعم. والتابع هو الذي يقلد، أي أنه إنسان مزيف قطيع مطيع. نعم، ومن حقك أن تكون مسيحا لا مسيحيا. وأول خطوة في هذه الرحلة هي اخلع عنك صفة العبد، اخلع نعالك لتراني. النعال هي الأفعال والأعمال يلي بهالجهل. أنا لا أنتمي إلى أي قطيع ولا إلى أي مذهب أو دين أو شعب أو شغب أو أرض. أنت إنسان كوني تبحث عن حقيقة كيانك أبعد من أي إجحاف أو تمييز، واترك كل الأحكام والمعتقدات والأوهام وابدأ بالإحترام. الإحترام الأول هو الأمانة الجسدية، من هو هذا الجسد وماذا يريد مني. هالأمانة الجسدية حط فينا، لجسدك عليك حق، خذوا كلوا هذا هو جسدي واشربوا هذا هو دمي للعهد الجديد. يعني موت وقيامي هلأ، مثل ستنا فاطمة الزهراء بكل لحظة عندها موت وقيمة، عرفت كيف بدها تموت ولادها وهي وجوزها وكله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم تقبل منا هذا القربان. عرفت انه هيدا جسد، هيدا جسد، هيدا تراب. دائما تطلع بجسمك وقول مين بده ياكلني؟ اي دودة، اي بقة، اي نملة، اي حية، مين بده يرجع هون من هالتراب الى هالتراب؟ احترم هالتراب. ولكن في، نعم، بهالتراب في قلب ولب القلب، مش هي القلب اللي من لحمه، القلب اللي برحمه.
إذا رحمتي بيرحمك إيديك، بيتصلوا مع بعض. ساعتها بتشوف إنه ما في موت، أنت بتشوف، أنت بتعرف لوين رايح، من حقك تعرف. إذا بقلكن أنا ما بشوف كون كذابة، وإذا بدي أقلكن شو عم بشوف كون كذابة، ما بينقال. تعوا لعندي على البيت وبتشوفوا. مريم أشو هي؟ شفت شي؟ شفت شي؟ طبعا كلكم فيكم تعملوها، مش المهم احمل البخور، مين اللي عم ببخر؟ مرة فتحت الباب تاري بالغلط، يا هونيك أبونا دق علي، قلت له الشيطان هاد مرة، قال لي لا، قلت له أبونا بعطيك كتاب تقرأ، فوت على البيت أهلا وسهلا فيك، بيرشوا مي بصلي في عياد. قال لي بس أنا مش مأمور إني أجي لعندك. قلت له مين اللي أمرك؟ إنسان مثلك، المسيح ما قال أن تراني في كل شيء أينما توليته؟ قال لي بس أنت بتحكي عن محمد يعني، بس عن الإسلام. قلت له المسيح وقت قال وأسلم الروح اهتزت الأكوان، قال السلام عليكم، هو بيوصله هيك وقف هدم الحديد وصار. أنا قلطشته هيك من هيك، بتقرأ بجيب لك كتاب فرنساوي، بعت لي إيميل قال لي أنا كنت مسيحي صرت مسيح، كنت عربي صرت ربي، شايل مني العروبة كلها، محمد هون والمسيح هون وكلنا هون، بارادايس اون ايرث، أجني على الأرض. بيعيشوا حياة فيها كتير تقشف وعذاب بس إني ما بيحسوا فيها. بالنبال عشان هيك كتار من رجال الدين يعني بالأخص المسيحيين مرة اتفقوا إنه يقتلوني، اتفقوا هيك كلهم، وفي بشكرك من صيدا رجل دين قال لهم مسلمة أنا ما بساهم بقتلك، لو ما كنت مسلمة عزوهم، حطوا لي حرس بالنيو تي في. قلت يا خي ما فيني أعيش مع ناس كل الوقت، ما بدي، اللي بده يقتلني بياخذ هيدا. الحقيقه ما بتموت. عمر مختار بعده حي، وانطون صعدي حي، والمسيح وكل اللي حمل الحقيقه، وكلنا حملينا لها الحقيقه. نعم، يقول المسيح خذوا كلوا هذا وجسدي واشربوا هذا هو دمي للعهد الجديد، قد ما فيكم، اذا ما كنا صادقين بهالامانه القليله الجسد بياخذ منا الامانه الكبيره. ولكن السر اللي بدي اقوله هني بهالسبع مقامات. نعم، أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك. حلو كتير هالأبانا الذي في السماوات، مثل أي هي؟ كل المسلمين بيعرفوها، الفاتحة. الفاتحة أفرش يكون إياها. من هو هذا الآب؟ ما معنى هذه الكلمة؟ الآب والابن والروح القدس، جسد فكر روح. إنه خلطت هلأ علي هون، نعم هاي الخلطة النبوية، هاي الخلطة الحقيقية. وما هو هذا النمو في السمو الإلهي الممسوح في الله؟ ليتقدس اسمك، وعلم آدم الأسماء كلها. ما هو اسم المقدس؟ بالمسيحية اسمي تريز، بالمعمودية اسمي ماري، ما اثنين من أسامي المسيحية، هيدا رمز موت وقيامة. والحبيب قال موت قبل أن تموت الآن. قال له كيف؟ قال له ناصيتي، خلي البصر للدنيا، افتح البصيرة. والكلمات موجودين بكل الكتب المقدسة وبكل اللغات، بالعربي وغير اللغة. ليكو كاتاليتيك، كاتاليبسي، كاتارسيس، كاتاستروف، كروس الصليب، كونفيرجن التحويل، كرايست كونشسنس سي سي المسيح الكوني، الحفاز الجمدة، التنفيس الكارثة اللي عم نقع فيها، الصليب من بعد هالكارثة، بعدين التحويل كونفيرجن المسيح الكوني. هذه درجات سلم الإنسان من الجسد إلى الفكر والنفس والذات والروح. هذا هو التغيير من المصير إلى الضمير، وهذا هو التحويل من الجهل إلى العقل. اعقل وتوكل. ما تسألوني وين الكتاب، بيت الله في كل الكتب، ما حدا فيه يمنعهم أبدا، وموجودين على موقع النيو تي في مريم نور. كل الكتب نحطيت هون، ما حدا في شيلها، وكل الإعلام اللي طلعت معه بأي محطات كلها
موجودة حتى وقت كنت على الجزيرة في وهم تحضر وبيكفي ايه لطشة كف واحد بيكفينا. فإذا وقت بيقول أوباما شيلوا محمد كيلاني أو مريم أو هول الأشياء ما لازم يعرفوا الحقيقة لأنه هني قالوا له هيك هو ضحية هو ضحية قالوا له العرب ما لازم يعرفوا هيدي ما لازم يفهموا حقيقة الإسلام خلوا يصدقوا الخوري والشيخ وهيك وهيك بشكر المفتي اللي اعتذر يعني كلنا بشر يا أخوتي كلنا بنغلط بسببنا شو ما صار غلطة الحق علي شو ما صار صحيح الحق علي والحق معي لأنك أنت موصول بهالرسالة صلة الأرحام في صلة بالرحمة. هلأ المصيبة اللي وقعت على السعودية هي نعمة كبيرة يا بندار نعمة كبيرة وانت عم تشترك فيها بس فينا نكون بطريقة تانية مش بالسيف مش بالقتل مش بالأمراض في اللطيفية موجودة ببلاد الشام واليمن كلنا الحق معنا والحق فينا والحق علينا هالكعك من هالعجين هالهرم بدي أبرمه بس خلي يكون دراهمكم تحت إجري مش حكمتنا الدرهم والدولار والدينار ونرجع يكون عندنا ذرة من الأخلاق ذرة ذرة هيك الوعي نفتح محطة ما فيها انحطاط 24 ساعة عيب أنا واحدة على كل هالمحطات هل أنا الكونية اللي فيك وفي يعني مرة مثلي وبعمري هيدا سر كبير بيجي بقعد معي ورقة وقلم هو بجيبه بس ما تضلوا تطلعوا بهالختيارة بس الحقيقة فينا لابد كتاب كتاب الله المقروء والمنظور سيدنا إبراهيم ولكن لما بقرأ بسكر يا أخوتي ما فيني إلكم بجرب أطلع من البيت بلا كتاب فوت على المكتبة بشكركم أربعتكم مكتبة أنطوان تجارة بعرف بس إنكم قالوا لكم ضبون كتب أوشو هيك ضبيتون هيك تحت بس عم بتبيعوا أكثر ناس عم بتبيع أوشو بالأم العربية هني مكتبة أنطوان وواحد اسمه ما بعرف مالك شي هيك يعني وبيصيدا ما بدكم اللي ما بده يشتري كتاب تقعد على موقع osho.com كل الكتب موجودة وببيت الله عربي وإنجليزي فإذا ما نكون بحاجة كتاب واحد أي وحدة من بعد كتاب استفتي قلبك حضرت هلأ الأوراق هيك وحطيت ستيكرز ومدري شو الكتاب رح يكون اسمه موت الموت ما في موت لأنه عندي عشق والتزام أني أعيش مع اللي عم بيموتوا إذا بقينا باقيين بهاللحظة حتى ما نموت بحقد وبغضب بحب ترجع نحط محبة بالأرض مثل ما منموت منرجع نعم مشان هيك بيقول لك أيضا يأتي بمجد عظيم المسيح بس محمد ما بيجي طيب مش ليدينا يعمل لي هيك لا يجي المسيح تيجي يعلمني الدينة والمسيح موجود المهدي موجود محمد موجود بهالوجود فيها النور فيها الإلهي بس إذا أنت عندك هالحضرة بتشوفها وقت بتكون no mind ما عندك الفكر تغري بتشوف الذكر بتشوف النور بتشوف الحضرة مشان هيك وقت الواحد عم بيخبر خصوصي أبو العبد وأم العبد بيخبروك نكتة بيوقف فكرك بتضحك ليه؟ لأنك منك منتظر رح يقول لك نكتة فكرك بدي يقول لك إياها هيك هيك الحقيقة بتقولها غير شكل بارادوكس العكس تمام مشان هيك عندنا نكت حلوة كتير هلأ عند محششين مهضومة كل واحد بيبعت لك نكتة يعني حتى لو أوقات منتكرر كرر 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 بتعلموا اللي مثل الحمير مضن والحمير بس إني أشطر مني البهلة البهلة نعم إن عمل المسيح يختلف عن منهج الحكماء والخلفاء والأنبياء إنه معلم مميز ورفيق وفريد من حيث السلطة والسطوة لنبدأ بالحفاز
كل واحد، ما في اثنين أنبياء مثل بعضهم، ما في لحظتين مثل بعضهم، الصبيع الخمسة العشرة ما في بصمة مثل الثانية، هيدي بصمتك أنت. ما معناته المسيح أحلى أو لا، محمد أحلى أو لا، هولي إسلام، المسيح أحلى ولا هو. ما في أحلى وأغلى، فرادا أتيتم، فرادا تعيشون، وفرادا ترحلون. تتذكروا هيدا العالم الكبير اسمه كبير، قال بدي يطلع على قمة هالجبل. طلع على الطريقة المسيحية، وصل إسلامية، وصل البوذية، الهندوسية، وصل. قال كل الطرق بتوصلنا إلى الحق. سكتوا كلهم مختلفين. قالوا له بس أنت صاحب الجلالة والإكرام وهيك، الحقيقة فينا كلنا. قال له بودا ترك الدنيا وترك الملك وفات على مالك الملك، وهيك المسيح، وهيك محمد، خلقوا فقراء ماديا، أغنياء روحيا. وفي كتير أغنياء ماديا واغتنوا روحيا وما اشتغلوا. واتسألوا لأوشو ليش عندك 200 روز روز؟ قالوا تاني مرة 300 عينه بالروز روز. وانت قالوا اسألوا هالناس ليش كبت هالأموال؟ أعطاهم حق، أعطيني الورق. وقال إذا كنت صادق، الصدق ما بيموت، وإذا كنت كذاب هلأ ميت. فإذا اللي عم بيقرأ أوشو عم بيشوف، إذا بيفهم بحس بيشعر. داش قعدوا حد المسيح؟ شو عملنا فيه؟ اللي قعدوا حد محمد لو ما شفته قال لهم انت شفتني ها الصحابة. بس يلي حبوني وما شافوني لمين عطى البردة؟ هو اسم القرد. قال لهم علي هو يعيش معه بالحق. قال له أنا مرة شفته بالحق. فإذا دايما في مرشد حي. أنا بتمنى لقي مرشد حي بالأمة العربية، ما لقيت. بس تقلي لازم تكوني محجبة تشوفك. ما تحط علي فريضة، كلنا خلقنا عريانين ومنموت عريانين. الحجاب اللي عم تحكوا عنه غير الحجاب اللي قالوه أهل الحجاب، هيدا تحجيب وتحجيب. إلا إذا كنت بتفهم شو معناته، ساعتها بتحط حجاب مثل الأرمن، هيك بتغطيها. ليش المرة بتغطيها بالحجاب؟ الأرمن كلهم محجبين، رجال ونسوان كانوا بالكوكاز والكاز. وهي بتعرف الطاقة، حطوا هير باور، جماعة الصيخ ما بيقصوا شعرهم دغري، كلهم صغار والكبار ورجال ونسوان. ولكن فينا نعملها بالنوايا أو نحط علم أبدان وأديان. هالعلم منه موجود أبداً بالكتب، إلا الكتب اللي عم نشوفها ونقراها، التوحيد والعلم منه موجود على محطاتنا كلها منحطة. ما في إلا هالمحطة، كل البرامج منحطة، ما في إلا هالمحطة بس. صاحب المحطة لا، إذا مريم أنا موجود منين؟ كلنا راكدين حفاة عراة، مين بده يطول بنياته أكتر؟ شو بتعمل؟ بتلاقي حالك ضجران وهيك بتفوت. مين عم بيدفع مصاري؟ أي إسرائيل منهم أمة العرب؟ نروح لعندهم، يلا عمل هيك عمل هيك. صرت مش عبد كافر وماكر ماشي. لهو الناس اللي عم بيدفعوا لك اشتريوك سلعة، أنا مصدق حالك لأنه عندك ناس قبلك وبعدك وهيك بتمشي. كلكم أعطيتكم كتب لأوشو بخط إيدي، وشلت كلمة أوشو وكلمة مريم. نعم يا حبيب قلبي، من أي صفحة بتقراها؟ إلى الصليب، لا مفر من هذه الولادة، هنا تموت الأنا. لقد تردد وتفتت وتفكك في المرحلة ما قبل الصليب، ولكن لا مفر من الموت. يا أخي كلمة، لماذا تركتني؟ كيف بدي أتركك؟ كيف بعده إنسان؟ قال لي تكن مشيئتك.
حيث لا هوية ولا جسد ولا فكر، بل حال من الرفض والإنكار والموت والفراق والخوف والارتعاش، وعلى شفير الهوية هنا الغار والغور، غور صحيق للوصول إلى الحق. هذا وصليب كل محب وكل معذب، احمل صليبك واتبع قلبك. وأين نحن من هذا الحال إلى التحول والاهتداء والتغيير؟ كونفيرجن. مش مريم عم تكتب هون أبداً، أنا بقرأ ويسكر بقول كيف هالمرأة ما عندي هاللغة، يعني كيف عم بكتبها؟ ما فيني قلكم، بقعد هيك بفرشتي مرتاحة، ما علي دين بشي أبداً، ولا مادي ولا معنوي. إذا عندي حقد حنا على أنطول مدري شو بفكر، هي نعمة. شو النعمة تبعها؟ برما بتكون نعمة، عملها نعمة، معهم حق وبشكرهم. بواجه الخوف، بواجه الحقد، بواجه الغضب، بواجههم كلهم هو فيي، معه حق وبشوف النعم وبشكر الله الحمد لله. باكل بشرب بمشي بنام بصوم بعطش، بعدني بهالدنيا يعني، مستخدمني أنا خادمة عبيبك يعني. بحمل قلم وورقة، عندي عشق إذا بروح لمطرح بيقولوا لي وين، بقول لهم وين في هون ستيشنريز أحلى قلم وورقة وستيكرز، كلهم بشتريهم هيك، بحضر يعني أحلى كباية، أحلى إناء، أحلى أوينة، وبحط فيها أجمل وأغلى المعاني. هذا هني هالكتب، القارئ والكاتب واحد. فإذا من هو الكاتب؟ هو القارئ الذي يقرأ من لب القلب. Thank you.